من الخامس يا شباب؟ عقاب؟ عقاب المري. عقاب يا عقاب. وين عقاب المري؟ ايه. ارحب. هلا بالحبيب. هلا والله. هلا هلا هلا. وش في مايك يا عقاب؟ شغل مايك. شوي شوي يا شباب. ماذا لو انك صاحب فود ترك تبيع شاي فقط، تبي تسوي شيء مختلف تجذب الناس؟ اوكي. واضح المشهد؟ واضح. عرفت مشهدك كويس؟ يعني يجب اسماء مسميات اخرى. مثلا عندنا شباتي، عندنا خلاص اقرا الناس نفس المشهد. انت صاحب فود ترك تبيع شاي فقط، شاي فقط ها؟ وتبي تسوي شيء مختلف تجذب الناس. اجيب الناس بالشاهي ولا اجيب اشياء اخرى؟ بس شاهي. انت عندك شاي بس نوع واحد، ولا عندك شاي نعناع، ولا حبق، ولا أيوة. سكر ولا بدون سكر؟ يعني اسوي اضافات بس كلها بالشاهي. يلا عيش وقت. يلا روح. ابشروا بالسعد، ابشروا بالسعد، ابشروا بالسعد. عطه على جوه واللي تبي سوى القوه، القوه سكريبت من قدام. سكربت من قدام، سكربت من قدام. ارحبوا وارحبوا هذا سكريبت، ارحبوا وارحبوا هذا سكريبت. العز والهيبه للي ما تدريبه، الاول نجيبه سكربت من قدام. يلا صباح خير. يلا خلنا نرتب الشاهي للزباين. نرتب الشاهي للزباين، لازم نجيب اليوم إضافات. يلا يا شباب، يا شباب، شاهي حبق، شاهي نعناع، شاهي سكر، شاهي خفيف، شاهي خادر، اللي أنواع الشاهي اللي تبون كل بيها موجودة. حياكم حياكم. واللي ما معه شبكة، اللي ما معه كاش يجيب الشبكة موجودة، ياتي ونعطيه. واللي ما معه الحين نمهل عليه. حياكم. شاهي، الشاهي موجود، شاهي صباح، شاهي شيء تبغونه. تبغي شاهي للصباح وأنت مروق للدوام موجود، تبغي شاهي ليل وأنت ساري موجود، شاهي اخضر بعد الاكل موجود، شاهي يطول في عمرك موجود، اي شيء اللي تبونه كله موجود، بس جيبوا جيبوا اللي عندكم. حياكم حياكم يا شباب. انتهى المشهد. طيب هذا مشهد عقاب المري المتسابق الاخير في المشاهد الترجلية، محمد بمناحي. وين محمد؟